قال رئيس مجلس إدارة غرفة غازي عنتاب الصناعية عدنان أنفردي أن دين الدولة للقطاع الحقيقي في تركيا تجاوز 160 مليار ليرة. واقترح أنفردي منح الشركات وثائق يمكن استخدامها في المدفوعات الأخرى عوضا عن الديون، مشيرا إلى أن عجز السلطات عن سداد ديونها للمقاولين والقطاع الخاص أسفرت عن حالة من الاختناق في الأسواق.